صباح الخير. صباح الفل. صباح الزارع اسمه. الجمال ده. الله يكرم أصلك يا بيه. الناس بتوع مصر دول حلوين قوي. تيجي ده رأينا ده ولا ايه؟ ده زارع. زي خضار. خضار. فريش. انت جاي من هنا بالعربية دي؟ من الصعيد. ايوه يا بيه. ما حكيش برطانتين كده ولا حاجة في القعدة كده؟ هنهزر ولا ايه؟ هزر معايا ولا ايه؟ حلو الصعيد ده. ما شفتوش قبل كده. ايه؟ لا يعني. كل حاجة. الدنيا جميلة وصباح الفل. ايوه. انت من هنا؟ لا من يعني باجي هنا على طول. ايوه. انت منين بقى؟ من هنا. هناك؟ ايوه. احسن ناس هناك والله. الله يكرم اصلك يا بيه. كم الطماطم دي؟ كام؟ هتلاقيها بيباع ارخص مني. 8. ما عنديش. ما تشوف لنا 2 كيلو معاكي كده. لا ما بنبيعش يا بيه. ايوه. بس جديد موضوع الجودة. لا لا انا ما بنشتغلش. انا ابويا مستتني يا بيه وعيلتي كلالاتها معاها فلوس قد كده واراضي. احنا هنا عشان مهمة. دي صفقة انت واقع عليها الصفقة دي ولا ايه؟ لا لا مهمة مهمة. مهمة. مهمة ايه بقى؟ نازلين ندور على حد. تخاف يعني؟ ليه 6 شهور يا بيه. 6 شهور. ولد الفرطوس مدوخ امي ومدوخ عمي ومدوخ خالي ومدوخنا كلالاتنا. النجعي كلياته هيفرجعوني يا بيه لو ما لقيناهوش. ده مين ده؟ ايهم. ايهم. ايوه. انت عليك طار ولا حاجه ولا في طار؟ لا بس هنقتله هو. دي فكره دي اكيد. ايه؟ في حصان هيخش دلوقتي. يعني ايه الفكره دي؟ يعني ده انت بتعملي فيها حاجه دي؟ لا بنرقص قدامك ولا ايه؟ قاعدين على التابلو هم يحطوا سيرك. اكلم الرجاله في لا فهمني فهمني. لا يعني اكلم الرجاله. يا كيف يعني الفكره دي؟ لا يعني في حاجه غلط بصراحه. بتلبخ يعني؟ لا ايه؟ لا ما تلبخش معانا. لا يعني ربنا يستر. ايوه. اظبط حالك كده. لا 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 في سرح شعر دقنك ده. حاضر. منعكش من هناك كمان. جاي شكلها عجب. ايه يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا نوصل بالسلامه. الساعه كام؟ لا انت قلت حاجه. ساكنه فين بس وليه؟ وانت مالك انت ساكنه فين ولا جايه منين؟ ايوه ده انتوا منين ني يا اخوي يا باي على النيايه. ماشي جامد ده. ولا اي حمده؟ بس ما فيش برطانتين بطيخ اي حاجه تطلع مني كده فريش حاجه عسليه كده زيك. فيه بندقتين هيتحطوا في عينيك الاثنين لو ما اتخرستش دلوقتي. انت تسمعني بس انا بحكي لك علشان انا فايت بيا. ايه كمان؟ طب احكي لي. لا احكي لك انت عايشه فين بقى وبتعملي ايه في حياتك؟ ايهم. ايهم عمل كومنت عليه قلب. قلب ايهم. أيوه. عمل كومنت عليه قلب اللي منال بنتها مع بعاد. على المنشور بتاعها على الفيسبوك. عمل لها كومنت. كومنت عليه قلب. ووصل الكومنت الصعيد. ايوه ايوه. ايه انت مش فاهمني؟ ما عندكوش تكنولوجيا؟ لا ده احنا يعني الكلام ده لسه ما وصلناش. احنا هنا يعني على قدنا برضو الفلوس يعني والدنيا. ايوه انا قلت كده برضه. غلابه. انتوا كوكب السعيد دوت. ربنا كحيانين يا فجره. ربنا يجعلنا يعني امثالكم يا رب. ما طلعوش حتى لو دعيتوا للسنه الجايه. فجره. شوف يا بطل التليفونات والكلمات. ايوه يا عم. فلوس. ايه يا بنت عمي. ايه ابن عمي. كيفك يا بالطابور؟ حلوين؟ ايش جيني؟ لسه ما عثرتيش فيه اللي يحرق ابو جلع ابوه ده؟ ما لقيتوش ولد الفرطوس. اخ يا نار يمه لو الاقيه. امسكه كده افرطسه فرطيس. افرجع امي اللي جاب امه. بقول لك ايه؟ ايه؟ اسمع لمفيد. فيه مفيد؟ ايوه. مفيد ده انسان ولا حاجه مفيده يعني؟ ده لا شافوه فين؟ فين؟ في حته في اسمها الحي المتميز. متميز؟ ايوه. كيف يعني؟ مواصفاته ايه بقى؟ ايه؟ لابس حاجة كده كريمي او اوف وايت. ايه الكريمي ده؟ شعر دجل منعكش. منعكش؟ ايوه شعر دجل منعكش. ايوه. وبشنب كده عامل لي فيها سليم الانصاري. ايوه. 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 وعيل نيك ده. ايوه نيايا. اسمه عبد الله مصري. يا سمسوخة. اقفل اقفل. اقفل اقفل اقفل. هنفرفر امه. لا ده احنا بنركن يعني ونتفاهم او نازلين. طب الخلاجات ونقولوا هتتشابه يعني. انما الاسم كمان هيتشابه. لا تكون مفكرني مش من هنا وعبيطه وكده يعني. الزرع كده مش جاي كده. لا طب بس اقول لك لا ده احنا بنلبد له في الدره. احنا مرقدين كده في الدره ملبدين علشان نطلع بالفرفر ونفرفروه لما نلاقوه.
وانا مش برضو مش انا الشخص. انت عم تكتب عليها ولا عم تكسر كومنت؟ يعني ولا عم تكسر وعم تفكر ان الوحده ونيجي كده بقى. انا جاي بالغلط. انت عامل فيها سفير النيايا الحسنه. ايه ابني هقول لك حاجه. هقول لك على حاجه. بص 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 عم تمسح الكومنت دلوقتي يا عم. لا يا عم تمسح الكومنت ولا تكتب على البت. انا معيش تليفونه اصلا. تمسح الكومنت ولا تكتب على البت ولا تكتب عليها. اكتب على... لو حلوه اكتب عليها. ايه حلوه ايه حلوه ما تشوفش انت البني. لا مش اكتب. لا لا خلاص 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 انزل يا عم. ماشي انا ما عنديش فيسبوك اصلا. ما عندكش ما عنديش. وعايش ازاي يا عم؟ سيبني الله يرضى عليك. لا عايش ازاي احنا ما هنجوزوش بناتنا النيايا. نازل اجيب ب 3 جنيه جبنه رومي وب 2 جنيه عيش. اقتل اقتل قبل ما يا عم الله يرضى عليك. والنبي يا عم سيبني يا عم. اوعى بس اقتل. اتكلم بوليس يا عادي. هنقتلك قبل الفتور. انت عايز ايه مني يا عم؟ انت عايز ايه؟ ايه عمال عمال تتلوى كده ليه؟ هو ايه كده بس؟ يا عمال يا عم عمال تتلوى. بص هنا شوف ده مهزر معاه. مالك ده ولا ايه؟ ايوه والله يا جدعان. لا 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 حرقت دمي في كاسه وافتكرت الموضوع. الله يرحمه. ليه يا عم حرقت؟ استهدى بالله استهدى بالله. بص هنا بص هنا. صباح الفل عليك. ازيك؟ قول لي زعلان مني كده يا فطومه؟ طب والجبنه الرومي مين اللي هيجيبها؟ لا لا هنجيبها لك دلوقتي على حسابنا. انت مش زعلان مني كده يا فطومه؟ قول موافق ان ازيا كله فل موافق فيها. انت مترب؟ ايه؟ مترب؟ يعني ايه؟ مالك كده؟ مش عارف بس استغربت. انشف يا عبد الرحمن. لا ماشي الحمد لله. عايزين بس نطلع محور الوقت. ايه؟ عايز اطلع محور بس عشان الحق صح. محور؟ ايوه المحور المحور عايز اطلع عليه. خلاص فهمنا. ماشي في انت من هنا؟ ايوه احسن ناس والله. ربنا يخليك. انت من ايه؟ من هنا. ايه هناك دي فين؟ هناك في الصعيد. في الصعيد؟ ايه؟ فين في الصعيد؟ اسلم. لا ما نقولش. ما نقولش ليه؟ ما نقول ما خبرش. هو كده. هو كده. بس انا هنا. المهمة أنا معاه فلوس وأهلي معاهم فلوس وأراضي. إحنا مش محتاجين الشغل. ما واضح إنك مش محتاجين. واضح إنك إيه. طب أنت نازلة أوبر ليه؟ أول مرة أصلا ألاقي بنت بالشغل دي. وطي صوتك. إحنا في المهمة. مهمة إيه؟ مهمة. مش فاهم. مهمة إيه؟ ندور على الولا أيهم. بجد ولا إيه؟ إيه؟ أيهم مين؟ ليه ست شهور ندور عليه. رجالة النجع كلياتهم كلياتهم بيدوروا عليه. ولو ما رجعناش بأيهم هيفرقعونا هيفرقعونا فرقيعة يا بيع. مع أيهم ده؟ ايه. وإيه تاني؟ ايه؟ عملية؟ أقول لك عملية. عملية أيهم؟ عمل كومنت عليه قلب أحمر لما نال بنت الحاج عبعاد بنت عمي. أنت تتكلمي بجد ولا بتهزري؟ هزروا معاك ليه؟ يعني إن شاء الله. عمل كومنت للبنت مش عارف من قلتي